اتقوا الله في النساء العاملات الكادحات في الفلاحة، لولا هن لما كانت فلاحة. هاكم تشوفوا ناي أمي معناتها قرابة 22 سنة، صدقوني معناتها غصة في قلبي، فهمت؟ ما خذتش حقها. وانا نشوف ناي العاملات كيف نتذكر أمي، فهمت؟ إلى متى؟ علاش؟ مش يما ناي برك توفت، أمهات معناتها راهي أمهاتكم الناس الكل. اتقوا الله فيهن، اتقوا الله فيهن. مع الخمسة ونص نتاع العشية أمي مروحة تدحرج من ريمورك، التراكتورة عملت ديراباج، فهمت؟ تجي أمي تحت العجلة ومعها عديد النساء. ونشوفوا شاحنات الموت هذية معناتها تكاد يوميا، فهمت؟ زهقت الأرواح. كياسات تخلطت، ماك شفت الحادث السبالة كيفاش، فهمت؟ نساء تخلط دمهم بدم الدجاج بالحديد، تخلط الناس تخدم في جليدة، تخدم في الثلج، تخدم في السقع، تخدم للسمش الحارة في الصيف في الشتاء، يخدموا في 10 ساعات وساعات أكثر، يهبطوا من الجبال. عندنا جماعة فرنانة أقسموا بالله يحكوا لنا معناتها يهبطوا من الساعتين نتاع الليل يروحوا الخمسة نتاع العشية من الظلمة للظلمة. هكذا تعامل نساؤنا، هكذا تعامل نساؤنا. في ريبورتاجنا اليوم باش نحكيو على النساء الفلاحيات، النساء الكادحات، النساء اللاتي يشتغلن ويوكلوا في هذا الشعب الكريم، لكن للأسف فما مآسي قعدت موجودة في التاريخ نتاع النساء هذوما. نحكي على العاملات اللي على ظهور الشاحنات اللي فيهم اللي توفيت ربي يرحمها، وأغلب الحوادث الأليمة لا نتحدث عليها إلا بالمناسبات أو عند حدوث الفواجع. للأسف اليوم نرجع لك أنت رفع الفولارة نتاع الميمة ربي يرحمها هزها، وديما تتذكر في المأساة اللي احنا الاعلام نتذكروها كان في وقت الفاجعه وساعات وننسوها، لكن انتم بالطبيعه واحد ما ينساش امه، ما ينساش اخته، ما ينساش قريبته اللي ماتت في كميونه في الفجيرة. اكيد هذه محرمه، تنجم تقول الحقيقيه، هذه محرمه بالحق، محرمه قديمه، لو كانت تعاود لها الغسله الثانيه يمكن يهبط منها العرق والدم. صدقني لو تتغسل تو، هي من عام 98 ما تغسلتش الى يومنا هذا، معناتها من عام 98 الى معناتها للسنة الحاليه، معناتها مش امنا، معناتها وحدها اللي توفيت، عديد من النساء معناتها انا نشوفوا فيها معناتها الفواجع تكاد تكون يوميه. ميمتك ورفيقاتها في ظهر يدور تراكتور في ريموركا صارت المأساة، احكي ذكرني شوي. امي امرأة تخدم في الزيتون في المركب الفلاحي بضيعة بدرونة بوسالة، عام 98 نتذكر العام بالضبط بالضبط، في منتصف شهر رمضان ليلة رأس العام، يجينا خبر العشية مع الخمسة ونص نتاع العشية، امي مروحة تدحرج من ريمورك، والريمورك معناتها تهزش الزوايل ما في بالك بالبشر، ودحرجت امي من الريمورك، فهمت؟ التراكتوره عملت ديراباج، فهمت؟ تجي امي تحت العجله ومعها عديد النساء، معناتها النساء الاخرين معناتها اللي عندهم كسور واللي عندهم معناتها جروح متفاوته، الا امي توفت على عين المكان، وخلت لنا معناتها خلتنا الوقت ذاك نحن صغار، ناي وخوي صغار وبابا معناتها راجل كبير. صدقني ومشت امي وما اخذت حتى حق. اليوم انا اللي لفت نظر نتاعي في كلامك اللي وجهته للطبوبي وقت الحكايه، قلت له امي دمها ما شاحش، امي عرقها نشم فيه، امي فعلا ماتت تحت عجله التراكتور، وهذا معناتها رساله مش امك انت فقط وانما بالضبط النساء الكادحات، النساء العاملات بالضبط اللي ديما نشوفوا فيهم قاعدين يموتوا في الطرقات، لكن حد ما يحكي عليهم بعد الفاجعه هذيك. بالضبط، ناي مشي امي، امي ماتت توفيت الله يرحمها وحقها ضاع. برشا نساء ماتوا وحقهم ضاع، اما المستقبل مش وش يخبي المستقبل لنا؟ شي يخبي المستقبل للنساء العاملات في الفلاحه؟
اش يخبي لهم معناتها؟ علاش وزاره الفلاحه ووزاره نقولوا نحن رئاسه الحكومه، علاش الحي فضائي والانتظار كل يوم نحن نسمع وفهمت نشوفه في التلفاز نشوفه في البلاتوات، وزر حد معناتها يبكي كان الحديث في البلاتوات وما رانا حد شيء فعلي باش النساء العاملات هذونا ياخذوا حقهم. ابسط حاجه طالبينها نحن هي نقل لائق يحفظهم من الموت ويحفظها ويحفظ لهم كرامتهم، معناتها هما مضطهدين في الاجور نتاعهم، الاجور الزهيده اللي ياخذوا فيها، في الناس اللي تسمسر باهم، فهمت؟ الناس اللي تسمسر باهم والناس اللي معناتها ماكلين لهم حقوقهم، ونشوفوا شاحنات الموت هذيا معناتها تكاد يوميا، فهمت؟ زهقت الارواح، كياسات تخلطت، ماك شفت الحادث السباله كيفاش، فهمت؟ نساء تخلط دمهم بدم الدجاج بالحديد تخلط، واليومنا هذا ما لقوش اذان ساغيه وما لقوش اذان حد ما سمعهم، وقاعد متواصل المهزله الى متى هذا العبث والى متى هذا الحي الاساسيه يتشدقون بالميداليات التي يتحصلون عليها من الزياتين الرفيعة ومن الزيوت الممتازة، يتشدقون بالمليارات التي يجمعونها من أموال النساء الكادحات من أيديهن في الضيعات الفلاحية في أوقات الصباح الباكر على ظهور الشاحنات والجرارات وغيرها، وعدد كبير منهن تنتهي القصة نتاعهم على الطرقات في حوادث مرور فظيعة. الناس هذوما شنو عملوا لهم؟ شنو الإجراءات اللي اتخذوها؟ حكومات تتباكى، حكومات متتالية تتحدث على النساء الكادحات وعلى حقوقهن وعلى النساء الديمقراطيات وكذا من هذا الطريق، لكن في الأخير ماتوا ربي يرحمهم. وشنو هي الافعال لسجلها التاريخ؟ ماذا فعلتم يا حكومات وماذا فعلتم يا مسؤولين في حقوق النسوه هذوما اللي ماتوا؟ ربي يرحمهم. يضر الى خاصتك كلامك. امين. وني في الاخر نقول لولا هن لما كانت فلاح. راهو بلا شك النسوه هذوك ما تنجمش تكون فلاح. راهو كي تشوف، فهمت؟ الغله والخضره اللي ماشي للمرشي راي وراه كل صندوق خضره ولا غلال راي وراه معناتها عرق، راه وراه معناتها دم سيل في الكياسات، راهم هم اللي قايمين الفلاحه، لولا هن لما اكل هذا الشعب المحترم. معناتها راهم النسوه هذانا يلزم لفته كريمه من الحكومه، يزي معناتها كفى عبثا بهذه بالنسوه هذانا، فهمت؟ راهم هم امياتنا، هم عماتنا، هن خالياتنا، هن فهمت جيراننا، هم معناتها امهاتنا، معناتها الى حد الان معناتها والحكومات معناتها قاعده تتفرج وقاعده دون معناتها تتباكى في البلاتوات، ومن بعد اليوم وغدوه يصير كاني ما صار حد شيء، الى متى هذا العبث؟ وفي الاخر اتقوا الله في النسوه، راهو حرام عليكم، راهي معاناه كبيره، معناتها الناس تخدم في جليده، تخدم في الثلج، تخدم في السقع، تخدم للسمش الحاره في الصيف في الشتاء، يخدموا في 10 ساعات وساعات اكثر، يهبطوا من الجبال. عندنا جماعه فرنانه اقسموا بالله يحكوا لنا معناتها يهبطوا من الساعتين نتاع الليل يروحوا الخمسه نتاع العشيه من الظلمه للظلمه. هكذا تعامل نساؤنا؟ هكذا معناتها تتعامل الحكومات مع الحراير نتاعنا؟ الى متى هذا الحيف والى متى هذا التمييز؟ فهمت؟ اتقوا الله في النساء العاملات الكادحات في الفلاحه، لولا هن لما كانت فلاحه. هاكم تشوفوا ناي امي معناتها قرابه 22 سنه، صدقوني معناتها غصه في قلبي، فهمت؟ ما خذتش حقها، وين نشوف ناي العاملات كيف نتذكر امي، فهمت؟ الى متى؟ علاش؟ مش يما ناي برك توفت، امهات معناتها راي امهاتكم الناس الكل، اتقوا الله فيهن، اتقوا الله فيهن.